السلام عليكم الإخوة الأخوات، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نهضر على الشروط ديال تأسيس شركة صغيرة. شحال من واحد كيفكر أنه يأسس الشركة ديالو أو كيحلم يدير شركة ولكن مازال ما عارف الشروط. كاين اللي كيقول لك لا، راه خاص يكون عندك الفلوس، يكون عندك 100 مليون باش دير مشروع. كاين اللي كيقول لك لا، خاص تكون مثلا عندك الامكانيات، خاص تكون قاري، خاص يكون عندك دي ديبلوم. كاين بزاف ديال الهضره، ولكن حنايا ديما كنهضروا في امور موضوعيه، شي حاجه اللي الواحد عنده عليها تساؤل حنا كنوضحوه. هذا هو الدور ديالنا وهذا هو المحتوى ديال القناه ديالنا بطبيعه الحال. المهم اليوم غادي نهضروا على الشروط ديال تاسيس الشركات الصغر، يعني بنقطه بنقطه. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. الناس اللي مازال ما شاركوا في القناه يحاولوا يشتركوا ويفعلوا الجرس. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخلينا في التعليق، عجبك الفيديو خلي اعجاب ونبداو على بركه الله. شروط تاسيس شركه صغر، نبداو بالشروط الموضوعيه. اولا، عدد الشركاء، يجب أن يكون عدد الشركاء لا يتجاوز 50 شريك. دونك الماكسيموم 50 شريك في المشروع ديالك أو في الشركة ديالك. ثاني حاجة هي الأهلية، خاص تكون عندك الأهلية القانونية باش تأسس أو تكون شريك في شيء صغر. أما المسير فخاص تكون عنده الأهلية التجارية. القاصر الذي لم يبلغ من العمر 18 سنة يمكن له أن يكون شريكا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن طريق موكله. ثالث حاجة الموضوع، هي نوع النشاط اللي ممكن تمارسه صاغل. ممكن تمارس جميع الأنشطة المدنية والتجارية إلا الأعمال، البنك والقرض والادخار والاستثمار والرأسملة. الرأسملة غادي نهضر عليها من بعد. الشروط الشكلية، الشروط الشكلية تتلخص في شرطين وهما الكتابة والشهر، ماشي 30 يوم ولكن الإشهار. أولا الكتابة، الشركة هي عقد يكتب في محرر عرفي أو محرر رسمي يوقع من طرف الشركاء، ويجب أن يتضمن هذا العقد أسماء الشركاء وموطنهم ومبلغ رأس مالها وغرض الشركة ومقرها إلى آخره من المعلومات. وكان النظام الأساسي يوضعون في كتابة الضبط. ثاني حاجة الشهرة، يعني الإشهار، وهو إيداع والتسجيل والنشر. يودع نظيرين من النظام الأساسي في كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية المختصة محليا، وذلك داخل آجال شهرين من تاريخ التأسيس، ويقيد مستخرج من العقد في السجل التجاري، ثم يتم نشر إشعار في الجريدة الرسمية. يتضمن الإشعار معلومات متعلقة بالشركة. دابا عرفت راسي طولت عليكم بزاف، ولكن صبروا معنا شويه. دابا اللي بغيت نفتح صاغل، اشنو خصني؟ شركه صاغل كيأسسها من واحد حتى الخمسين، كيسيرها واحد او الشركاء مجموعين. راس مالها ما محدودش، يمكن لك تبدا ب 10000 درهم وعندك الحق تصرح في حدود 10 المليون بلا ما تبلوكي في الحساب ديال الشركه. ملي المبلغ كيفوت 100000 درهم ولو غير بدرهم، شهادة الحجز كتولي ضرورية وكتسلم عليك البنكة اللي متعامل معها. كإضافة، عمر الشركة كيتحدد في 99 سنة، يعني 99 سنة هو العمر ديال الشركة. الاسم كيكون مثلا فكرة صغر. الأوراق اللازمة لفتح الشركة، أولا شهادة سلبية، ثانيا الأنظمة الأساسية وفيها جميع المعلومات عن الشركة دونك ستاتيو. ثالث حاجة مقر الشركة، كنديرو كونترات باي و دوميسيلياسيون. الضريبة المهنية لا تاكس بروفيسيونيل، السجل التجاري روجيستر كوميرس، الضمان الاجتماعي لا سينيسيس، الإشهار بالفرنسية والعربية في الجريدة.
نتمنى لكم التوفيق. اللي عنده فكرة أو بغي يأسس مشروع خاصه ضروري يبحث ويعرف أمور قانونية ديال التسيير، خاصه يعرف لا جيستيون، يعني هو اللي كيتحمل المسؤولية بالنسبة للموظف. كيبقى موظف، الموظف ايتان اكزيكوتور، دونك كيتلقى الأوامر وكيديرو. دونك ضروري الواحد يكون عنده فورماسيون في لا جيستيون دي زونتربريز أو لا جيستيون أون جينيرال، يكون عارف كيفاش كديكلاراتيفيا، يكون عارف كيفاش كتقاد لي فاكتور، يكون عارف على لي تيب دو ريغلومون، يكون عارف كيفاش يتعامل مع لي شيك، مع لي غولوفيز بونكير، يعني يكون فاهم في لا جيستيون. داكشي هاجي ما كنقولو راه ضروري من ليكسبيريونس، ضروري الواحد يكون دوز واحد التجربه يعرف فيها جميع هاد الامور. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم يعني اللي عنده شي حلم او شي هدف ان شاء الله يخدم عليه، راه غادي يوصل ليه. الله يوفق الجميع، وتحياتي لكم.